أما بخصوص السيناريوهات المطروحة والمحتملة بعد قرار زعيم الحزب الاشتراكي العمالي بيدرو سانشيز تقديم موعد الانتخابات العامة، نتابع توضيحات نبيل دريوش نائب مدير الأخبار بقناة ميديان تي في وكاتب متخصص في الشؤون الإسبانية. هذا هو بيدرو سانشيز، دائما يتخذ خطوات تبدو مفاجئة، خطوات أحيانا تبدو انتحارية، لكن أعتقد بأنها خطوات مدروسة، لأنه عندما خاض بيدرو سانشيز هذه الانتخابات الجهوية والمحلية هو كان يدرك بطبيعة الحال أهميتها بالنسبة للحزب الاشتراكي الإسباني، وأهميتها بالنسبة لاستمرار ما يعرف بالحكومة التقدمية، حكومة التحالف مع بوديموس، هذه الحكومة الائتلافية الأولى من نوعها في تاريخ إسبانيا. ربما كان يتوقع يعني تراجع حزب يعني سيودادانوس، وأن الكتلة الناخبة لسيودادانوس طبيعيا ستصوت للحزب الشعبي، لكننا لم نكن نتوقع ربما هذا التقدم بهذا الحجم للحزب الشعبي. إذن الآن ما فعله بهذا القرار بيدرو سانشيز هو خلط الأوراق، معنى أنه حتى داخل الحزب الاشتراكي كان سيتم، لو لم يقوم بهذا الإجراء كان سيتم التركيز على هزيمة الحزب الاشتراكي الإسباني في مجموعة من القلاع التي تعتبر تاريخية. بطبيعة الحال نعلم بأن بيدرو سانشيز له علاقات جد متوترة مع البارونات داخل الحزب الاشتراكي الإسباني، لا ننسى بأن هؤلاء البارونات هم الذين انقلبوا على بيدرو سانشيز قبل أن يقود انقلابا مضادا ويعود ككاتب عام للحزب الاشتراكي الإسباني قبل سنوات. هو الآن ما فعله هو أخر تلك الأزمة وتلك الانتقادات داخل الحزب الاشتراكي، وضغط على حلفائه في بوديموس لكي يقوموا بتسوية تلك الخلافات الناشبة بينهم. نعلم بأن الخلافات منذ رحيل يعني بابلو إغليسياس عن حزب بوديموس عام 2021 نشبت خلافات حادة بين تيارين نسائيين، تيار جولاندا دياس التي أنشأت أرضية سياسية أو مشروع سياسي يعرف بسومار ودعت فيه إلى تصويت على الجناح التقدمي لإسبانيا، والجناح الذي يتحكم فيه بطريقة غير مباشرة بابلو إغليسياس وهو جناح زوجته إيريني مونتيرو نائبة رئيس الحكومة. هذا الصراع بين هذين الجناحين كان قد وصل إلى مستويات يعني كارثية داخل بوديموس، وهو الذي أدى إلى ما أدى إليه اليوم من نتائج، وهذه انقسامات أدت إلى هذه النتائج السلبية إلى درجة اختفاء يعني بوديموس من مدريد التي تعتبر القلعة التي ولد فيها بوديموس. بوديموس والآن أيضا اختفاء سيودادانوس. سيودادانوس انتهى عمليا كحزب في المشهد السياسي الإسباني، بدليل أنه قيادة سيودادانوس جاءت وقالت أنها لن تترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، لأن هذا الحزب إما سيظل حزب صغير على الهامش وإما سيقوم بحل نفسه. أنني أعتقد بأن دوره الآن في المشهد السياسي الإسباني قد انتهى، والكتلة الناخبة التي كانت تصوت لسيودادانوس انتقلت الآن أوتوماتيكي للتصويت على الحزب الشعبي.